كيف الحالة يا شباب أخبركم إيه؟ الآن هنكمل برنامج الإكسل، آه 6 شهور و 3 شهور محاضرتهم دلوقتي، أيوة، الآن هنكمل برنامج الإكسل إن شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله، <applause> طيب. عدنا المره الماضيه مجموعه من التمارين هنكمل دلوقتي التمارين التانيه خدنا لحد التمرين الثالث المرة الماضية صح؟ طيب التمرين الرابع اللي هو ده تعال نشوف كم صف وكم عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 اتناشر صف في واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست اعمدة نفتح الاكسل مصنف فارغ ادي ست أعمدة في اتناشر صف من هنا كافة الحدود زي ما عرفنا شوف ايه الصفوف الكبيرة العمود الأول نكبره والصف الأول نكبره ماشي ادي العمود الأول بنكبره من هنا وادي الصف الأول بنكبره من هنا خلاص طيب الكلام اللي مكتوب ننسخه تمام. يبقى كتبنا الكلام اللي عايزين نكتبه، تعالوا نشوف الحدود. <applause> الإطار لحد هنا كده لحد فوق مجموع المصروفات، الإطار الخارجي عريض. يبقى من أول هنا كده لحد فوق مجموع المصروفات. مزيد من الحدود الإطار الخارجي عريض فوق تحت يمين يسار تمام طيب بس كده الداخلي عادي خالص نتأكد إن الداخل عادي مزيد من الحدود اللي داخل العادي بالشكل ده خلاص وبعدين من تحت العريض ده <applause> عندنا كله مزدوج بقى يمين تحت فوق يسار في النص كله مزدوج في الجزء الأسفل ده يبقى حدد على الجزء الأسفل ده وأقول له بصرف النظر على اللي فوق اليمين واللي في الوسط واليسار واللي في الوسط واللي تحت كله مزدوج حلو لو في حد اي حاجه مش فاهمها يقول لي على اللي مش فاهم زيك يا ادريس اخبارك ايه الحضور مش هنا يا ادريس الحضور على النت يا ادريس ثواني يا شباب